اذا كان مسعود بعد ما ولى عن اتجاهه ولا ولى عن استريه موريتاني ولا ولى عن استريه تالفه ووحدته ونصرته ما ولى مسعود عن ذاك اللي من البدايه هو اللي دور للموريتانيين والموريتانيات. ما ولى مسعود عن مطالبه بتحرير الحراطين ودوران لهم مكانتهم اللائقه بهم كشريحه من شرائح الوطن في بلدهم اللي ما عندهم عنه بديل. مسعود مازال على عهده والله يتم عليه وطالب من الله لعل الله ينزع روحه على نفس الاتجاه. إذن شاكر الجميع وظلك اسمحوا لي شوي نعطي لفته والله رجع ذاك اللي يعني التحالف الشعبي التقدم. هذا المهرجان وبرمج من شهر يناير وكان ياتو يخلق عندي في يوم 26 في شهر يناير 2000 لقال الاسباب داخلية ومنها عدم استعدادي شخصيا لاني كنت ماشي مسافر شهر سنغال واجل المهرجان الى الوقت اللي هو. إذن بأنه ما هو شيء رواية لهالشيء يبرمج لها بتولي انتم التحالفيات والتحالفيين تعرفوا بأن قررنا مع بداية السنة بأن نوهلوا والله ننطلقوا في برنامج تحسيسي وتجديد تنصيب الحزب وانتخاب هياكل القائدية وانعقاد مهرجانه معناها مؤتمره الوطني اللي لا يعين قيادته الوطنية. إذن من هذا المهرجان هو انطلاقة للحملة اللي هي وقال ياسر عنه من الداخل ومن الخارج من الحزب معتلى خالد وبن الحزب نفقد فيه فضلنا وبن الحزب مشامن واللي باقي يمشي واللي ما باقي فيه ما هو تالف بينات والله ما هو توافق اراني مولي بشهدكم كاملين التحالفيات والتحالفيين ويا الموريتانيين الناصرين والمناصرات بن ما عندنا مشكله داخليه في التحالف الشعبي التقدم مستجمعين بأبيضنا وبأخضرنا وبفولارينا ووظفنا وفولارينا وصونيكينا وحراطينا وبيضاننا. إذا بنا متوافقين وعلى ذكر البيضان نختار ذكرتم اللي شاف اللي لاحظ بن محمود الحافظ والإسماعيل ما هو حاضر بأنه شفاه الله على طريق الحياة. تعرفوا ذيك المرض اللي يخلق له ذاك العملية اللي خلقت له في الراس وعنده توصيات من الجراح وعنده توصيات من الطبيب ولا قد يوصل ولا ما قد محظور عليه بعض من الأنشطة وبعض من التنقلات له الوساه مشالي برقية والله رسالة يشعرني بهذا الحال وراجين له الشفاء العاجل ان شاء الله له وراجين له طول العمر تتمتع به اسطورته يتمتع به التحالف يتمتع به الموريتانيين لرزانته وعدالته وتعداله اللي على كل حال خلي تاثير جميع اللي يعرفوا في التحالف الشعبي التقدمي وذاك اللي خارجه اخبر فيه ذاك اللي يعرفه محمود الحافظ الاسلامي شفاء الله. اذا بانه يا عبدو ما شفتوه ما هو على اثر خلاف ولا هو على اثر عدم وفاق والحال كما يرام اللي كان ما يقول له والله جاد عليه والله يروج بن والله يراهن على بن
المهرجان والله التنصيب والله ما أشبه ذلك الجاي لا يخلق فيه ياسر من النكسات وياسر من المساج لا يرد التخمة ما لا يخلق إن شاء الله ويكون الخير وتحالف متماسك وشوق متماسك.